ومجد لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. يا خير خلق الله، ما بين حارات حي الدرب الأحمر بالقاهرة الفاطمية بيقف شامخاً بعد تجديده وتوسعته في القرن 21. هو أول مؤسسة خيرية لرعاية شهداء الحرب واليتامى والمساكين، بيلتف حوله كتير من المحبين والمريدين كل عام باستمرار. نحن الآن بين جدران مسجد السيدة فاطمة النبوية أم اليتامى. مسجد السيدة فاطمة النبوية، والتي عاشت في العقد الثالث الهجري، والذي أقيم محل بيتها عقب وفاتها، ويوجد داخل رحابه مقامها في مقصورة عالية المقام مصنوعة من النحاس الأصفر. نحن الآن في رحاب مسجد وضريح السيدة فاطمة النبوية، وهي من هي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بنت الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، هي صاحبة العطاء والجود، هي من أسست أول جمعية خيرية ومؤسسة خيرية لرعاية أسر الشهداء. والسيدة فاطمة النبوية حفيدة الزهراء وبنت سيد الشهداء، فهي فاطمة بنت الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. السيدة فاطمة النبوية كان لها من الجود والكرم والإنعام على أهل الفضل ما لا يحصى، حتى أنها لقبت بأم اليتامى، ولقبت أيضاً بأم الحنان، لما لها من تأثير إيجابي في الخدمة المجتمعية على أسر شهداء الحروب. أنا بقالي حوالي أكتر من 10 سنين هنا أو 11 سنة، فطبعاً أنا جيت المكان، فالفترة دي طبعاً اتعودت على الناس والناس اتعودت عليا، وطبعاً هي ستنا فاطمة حاجة جامدة، بنت مولانا سيدنا الحسين ومقامها عالي جداً، والناس لما بتيجي هنا ما بتمشيش حد زعلان، اي حد بيجي هنا حضرتك بتجبر بخاطره. وروحانيات ستنا فاطمه النبويه دي حاجه جامده، يعني انا ممكن اخش مثلا اجي من بره مخنوق متضايق، اخش على ستنا فاطمه النبويه ممكن اطلع من هنا حاجه تانية خالص. ولدت السيدة فاطمة النبوية في سنة 20 هجرية، وحتى عام 110 كانت تنقل الحديث عن جدتها مباشرة، وكانت أيضا صاحبة يعني علم وفير، فهي أشبه ما تكون بجدتها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فأخذت عنها العلم وأخذت عنها الحديث، فكانت تعلم الناس في آخر حياتها. فالسيدة فاطمة النبوية هي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت الإمام الحسين، وتزوجت الحسن المثنى ابن الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين.
سميت رضي الله عنها بأم اليتامى وأم الحنان، حيث كانت السيدة فاطمة صاحبة مروءة وكرم، وقد ضمت إليها اليتامى وقامت برعايتهم. لقبت بأم اليتامى ولقبت بأم الحنان، فهذا اللقب جاء من فعلها للخير وصنعها للخير، وأنها كانت تكفل الأسر أو أسر الشهداء، فكان عندها اليتامى وتكفل اليتامى وتقوم على خدمتهم وتوفير كل شأنهم من حنان وود وتربية وما أشبه ذلك. فكانت السيدة فاطمة النبوية صنعت أول مؤسسة خيرية أهلية في مصر في هذا الجانب. كانت تشتهر أيضاً بصاحبة الخدمات الاجتماعية، بما يعني الآن المجتمع الأهلي أو المدني، واشتهر عنها أيضاً العلاج، فكانت مهتمة بعلاج الفقراء ورعاية شهداء الحروب والمساكين. وتوفيت رضي الله عنها سنة 110 من الهجرة بعد عمر حافل وطويل في العطاء وفي العلم وفي الدرس. من أقرب المساجد لقلوب أهل منطقة الضرب الأحمر، بعد توسعته بتتميز عمارته بالأعمدة الرخامية البيضاء والنقوش والزخارف المنتشرة في أرجاء المكان، سواء في الجدران أو القباب، اللي بتتميز بآيات قرآنية ورسومات نباتية رائعة. المسجد في الأصل كان صغير حوالي 80 متر، لكن بعد زلزال 92 تصدع بالكامل، وبعدها تم إعادة بناؤه والإبقاء على الضريح والقبة، وأصبح المسجد من جديد على مساحة كبيرة. وبعد وفاتها دفنت في بيتها، وتحول بعد ذلك البيت إلى مسجد، وكان هذا المسجد عبارة عن 80 متر تقريبا، ثم سار بعد ذلك وتم توسيع هذا المسجد وأصبح على ما ترونه الآن. هذا المسجد كانت كما قلنا تقام فيه أو يقام فيه درس كل أسبوع كل يوم ثلاثاء. بعد ذلك تحول هذا الدرس بمرور الأيام إلى مجلس من مجالس الذكر كل يوم ثلاثاء، وأصبح هذا المكان يستقطب المحبين من مصر ومن خارجها. فهذا المكان هو في الأصل كان بيتا للسيدة فاطمة النبوية. هنا الناس بتيجي من الصعيد وبتيجي من وجه بحري وبتيجي من محافظات، بيجي يعملوا خدمات، بيأكلوا الناس المساكين والناس اليتامى. المسجد كان فيه حضرة ذكر أسبوعية كل يوم ثلاث، وهو اليوم اللي كانت بتعقد فيه السيدة فاطمة النبوية درسها الأسبوعي ولقائها مع محبيها من مريد العلم والسؤال والمعرفة. هم محبين، لأن هم لو مش محبين مش هيسألوا على المكان ويجوله، لأن إحنا هنا المكان يعتبر متداري شوية. السيدة فاطمة النبوية هي أول من يقام لها مولد من آل البيت عقب المولد النبوي، ومن أشهر عادات الناس في مولدها اللي بيستمر 15 يوم حلقات الذكر وإطعام الطعام وغيرها من أعمال الخير اللي بيجتمع على فعلها كل أهل المكان والمحبين.